اهلا بيكو. احنا دلوقتي وصلنا لاخر محاضرة في الكورس بتاعنا Digital Content for Teaching، وفي المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم على الاونلاين لكتشرينج. الحقيقة الاونلاين لكتشرينج من الحاجات اللي من زمان كنا بنفكر فيها لما بنشتغل اونلاين وازاي اوصل للناس، وظهرت من سنين طويلة برامج كتير بتساعدنا على الفيديو كونفرنسينج، وكانت ابتدت يمكن فيديو كونفرنسينج 1 تو 1 وبعدين ابتدت ماني تو ماني. الفكرة في الاخر ان احنا نقدر نتكلم مع اكتر من واحد في نفس الوقت. الحقيقة الاستخدامات بتاعت الابليكيشنز المختلفة ابتدت تتفاوت، وظهرت حاجات زي السكايب، وظهرت حاجات زي الهانج اوتس، وفي اونلاين ابلكيشنز بتساعد او المفروض بتساعدنا على ان احنا نعمل اونلاين ليكتشرنج مخصوص. فاحنا الحقيقه هنا هنبص بس بسرعه على بعضها علشان نتعرف عليه. الموضوع هيحتاج منك انك تدور كتير وتشوف الحاجات اللي اسعارها مناسبه او الحاجات اللي ببلاش تعرف تستخدمها ازاي وتستخدمها كويس ولا لا. فتعال مع بعض هنا نروح نتفرج على الحاجات المختلفة دي. اولا انت ليه بنلجأ للاونلاين ليكتشرينج؟ الحقيقة لاكتر من سبب، منها الانتراكتيفيتي. الانتراكتيفيتي بمعنى ان انت بتقدر تتفاعل مع الناس بشكل مباشر، يسألوك وترد عليهم، يشوفوا انفعالاتك وتشوف انفعالاتهم، وهنا يدخل دور الفيديو كونفرنسينج. انا الحقيقة ما بفضلش الاونلاين ليكتشرينج من خلال الصوت بس، لكن ساعات بينفع، بيبقى زي مكالمة تليفون. طبعا يمكن في الكوميونيكيشن سكيلز دايما بيقول ان الفيشال اكسبريشنز والبادي لانجوج مهمين في توصيل المعلومات، لكن بيبقى على اسوأ الفروض بنسمع صوت بس. كمان الاونلاين ليكتشرنج تولز دي بتدينا انستنت شاتنج، زي ما تكون بتعمل شاتنج مع المجموعه كلها اللي حاضره معاك، فبرضو ده امكانيه ممتازه. برضو هنا انت ممكن تحط الديتيلز بتاعتك كلها، ممكن تحط البرزنتيشن، ممكن تعمل شيرنج للفيديو، ممكن تعمل شيرنج لدوكيومنت او وات ايفر، كله من خلال الاونلاين ليكتشرنج تول دي. من الحاجات طبعا اللي probably انت سمعت عنها قبل كده سكايب وجوجل هانج اوتس. الحقيقة وفي ابلكيشن تانية معروفة اسمها زوم. انا جربت قبل كده ان انا اعمل اونلاين سيشنز باستخدام سكايب وباستخدام جوجل هانج اوتس، واشتغلوا الى حد كبير كويس. الناس اللي كانت بتحضر كنا متابعين، طبعا لما كانت سرعة الانترنت بتتدخل كانت بتبقى بعض المشاكل، لكن لو سرعة الانترنت معقولة ما عندكش مشكلة في الفيديو كونفرنسينج. برضو من الحاجات اللي انا استخدمتها بقى في ان انا اديت محاضرات كاملة كان الويز اي كيو، وده ويب سايت الحقيقة كان ببلاش ودلوقتي بفلوس. فويز اي كيو من الابليكيشنز اللي بقالها سنين شغالة، وتقدر تستخدمها في ان انت تدي محاضرات، وبيديك شوية امكانيات بقى زي ان انت يبقى عندك وايت بورد ممكن ترسم عليها فري هاند بايدك او بالماوس، او بيدي انك تحط فايلز وبرزنتيشنز وممكن تشغل برزنتيشن وتتكلم من وراها، بيبقى فيه الفيديو، ممكن الناس اللي داخله معاك يعملوا تشاتنج وممكن تفتح لهم فيديو تشانل او تفتح لهم اوديو تشانل. ففي امكانيات حلوه كتير الحقيقه، بس للاسف دلوقتي ما بقاش ببلاش. ده يمكن الانترفيس بتاع ويز اي كيو زي ما كنت واخده من فتره، واتغير دلوقتي. يعني يمكن هنا لو دخلنا مع بعض، لما تيجي تدخل على ويز اي كيو wizIQ.com، ده الهوم بيج بتاعتهم، ولو عملت لوج ان بتدخل على البيج بتاعتك. هنا ده زي ما بقول لكم الانترفيس اتغير، بقى لهم ابلكيشن ممكن تنزل على الكمبيوتر بتاعك وتشتغل من خلالها على طول. ممكن تخلق سيشنز مختلفه مقدما وتعمل لها وتعمل انفيتيشن للناس. مش بس كده، هم كمان لو انت بتاخد فلوس من السيشنز دي هم ممكن يجمعوا لك الفلوس ويبعتوها. فدي بعض الحاجات اللي بيديها لنا ويز اي كيو. لكن الحقيقة انا بفضل كمان ابلكيشن تانية اسمها هانج اوتس.
هانج اوتس ده ابلكيشن بتيجي مع الجوجل اكاونت بتاعك. يعني انت اوريدي لو عندك جوجل اكاونت، تعال نرجع هنا، لو عندك الجوجل اكاونت ودخلت على الايميل هتلاقي تحت هنا خالص في حاجه اسمها هانج اوتس. لو لاحظت اللي ظهرت النقطه السوداء اللي ظهرت دي هانج اوتس كونفرسيشنز، دي لما بتفتحها بيديك الكونتاكتس اللي معاك على الهانج اوتس اللي هم الكونتاكت ليست بتاعتك، وتقدر تبتدي تفتح معاهم او تبدا معاهم اونلاين كونفرسيشن. الكونفرسيشن دي ممكن تبقى بيزد على تكست، وممكن تبقى بيزد على فيديو او اوديو، وممكن انت بتقدر تدعو ليها ناس من خلال الايميل ادرس، او من خلال ان انت بتبعت لهم انفيتيشنز. يعني برضو هنا من ضمن الحاجات الظريفة في الهانج اوتس ان انت ممكن بتخلق جويننج لينك. يعني مثلا اللينك دي انا هحطها لكم على الكورس بتاعنا هنا على الجوجل كلاس روم، بحيث ان انت تقدر تخش عليها وتشوف ايه اللي اتكتب واتقال فيما سبق. فلو احنا عملنا تكستنج او بعتنا فايلز، انت تقدر تدخل في اي وقت بعديها وتشوف الحاجات اللي فاتتك. لكن يمكن الفيديوهات بيبقى ليها معاملة خاصة، مش دايما بنقدر نأبلود الفيديو، لكن ستيل بيدينا الامكانيات دي، ودي مش وحشة ابدا. طبعا اخيرا من الحاجات دي موضوع استخدام السكايب. والحقيقه السكايب من الابلكيشنز الجميله. يمكن انا مش هقدر اشغله لكم من هنا عشان عندي مشكله على الكمبيوتر بتاعي، لكن اكشوالي سكايب احنا مره استخدمناه في مدينه زويل، في ان كان عندنا استاذ في كاليفورنيا مصري، واتبرع من عنده ان هو يدينا محاضره، يدي الاولاد محاضره في الحاجه اللي هو متخصص فيها. فالحقيقة الراجل كان بيفتح السكايب عنده، كان بس هو عشان فرق التوقيت كان هو يروح بدري قوي في النهار والولاد يتأخروا في المحاضرة بتاعتهم شوية عشان فرق التوقيت. المهم ان هو كان بيجي في المحاضرة ويديهم محاضرة كاملة، ويبقى هم شايفينه وهو شايفهم بيتكلم معاهم، لو حد عنده أسئلة بيرد عليها مباشرة كما لو كان قاعد. الفرق بينهم بس انه مش قادر يمد ايده ويسلم عليهم. فدي تجربة وكانت ناجحة جدا، مشيت على مدار ترم بحاله مجموعة محاضرات كبيرة ادها الدكتور ربنا يكرمه. فالحقيقة السكايب برضو من الوسائل اللي يمكن الاعتماد عليها. في طبعا حاجات كتيرة ببلاش، وفي حاجات بفلوس. لو اعتمدنا بس على الابليكيشنز اللي هي بتعمل اونلاين ميتنج او اللي هو الفيديو كونفرنسنج، ممكن ما تديناش كل اللي احنا عاوزينه في التيتشنج. لكن برضو الحاجات المتخصصة ممكن ما تبقاش ببلاش. فيعني بين هذا وذاك، شوف الطريقة اللي تتناسب مع شغلك ايه وتكون احسن ازاي. احنا كده نكون وصلنا لاخر محاضراتنا. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم بسرعة شوية ملاحظات وسمري سريع عن شغلنا واللي عملناه مع بعض، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتم من الكورس. تابعوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.